أثابكم الله شيخ محمد. سؤاله الثاني يقول: ما معنى هذا الدعاء؟ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. هذا الدعاء لا أعلم له أصلا من السنة، ولكنه يرد على ألسنة بعض الناس، ومعناه أن كل شيء لا يجعله الله سهلا للإنسان فإنه لن يكون سهلا له، لأن اليسير ما يسره الله عز وجل. والحزن أي الشديد العسير إذا أراد الله عز وجل جعله سهلا يسيرا، كما أن اليسير إذا شاء الله تعالى جعله صعبا عسيرا، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. ومضمون هذا الدعاء أن الإنسان يسأل الله أن ييسر له الأمور العسيرة، ويثني على الله عز وجل بأن الأمور بيده، فإذا شاء جعل الحزن سهلاً.